بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فهذه مشاركة من فصل ثاني ألف تدور حول عظمة القرآن ومشاركات بعض الطلاب للتعبير عن حبهم لكلام الله عز وجل. فبسم الله نبدأ ونرى بعض مشاركات الطلاب الممتازين المؤدبين حول كتاب الله تبارك وتعالى ومدى أهميته في حياتنا. فنبدأ الآن تسجيل هذه المشاركات البسيطة كخطوة أولى، وتتلوها إن شاء الله بعد المشاركات الأخرى في بعض النشاطات اللغة العربية والمهارات كما وصول ثاني ألف. كما تعلمون أن القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل، وهو الكلام الذي أنزله الله من فوق سبع سماوات. وهذا القرآن معجزة، لن يتغير ولن يتبدل، لن يتغير ولن يتبدل إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. فهذا القرآن هو الذي نزل على رسول الله على مدار 23 عاما. وسلم أقرأ القرآن دائما لأنه سيأتي يوم القيامة شفيعا لنا. فيقول الرسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما القرآن إنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أن من خير الناس الذي يتعلم القرآن ويعلمه للآخرين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم المصحف الشريف في أول سورة، يقول الله تبارك وتعالى فيها ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أحسن. والقرآن الكريم به سورة أخرى اسمها أو يقال عنها أنها عروس القرآن، وتبدأ باسم من أسماء الله الحسنى. فاسمع عن هذه السورة ماذا تقول؟ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. أحسن. والقرآن يتكون من عدة أجزاء أيها الأبناء، فماذا تعرفون عن عدد أجزاء القرآن؟ يتكون القرآن من 30 جزءا، والجزء يتكون من حسبين، والحسن يتكون من أربعة أرباع. أحسنت. والنبي صلى الله عليه وسلم دائما يوجهنا إلى قراءة القرآن ويبشرنا أن قراءة الحرف الواحد بعشر حسنات. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ من كتاب الله لا يمنع بل عبر من لا يمنع لا يقول ألم لامين حرف ولا ألم حرف ولا من حرف ولا من حرف. والقرآن الكريم معجزة من عند الله تبارك وتعالى نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن بأيدينا معجزة من شاهد محمد. اقرأ باسم الله الأبهر والغار وجبريل يشهد نزلت فأطاعت وأتينا. هذا القرآن بأيدينا معجزة من شاهد أحسن. ومن سور القرآن الكريم القرآن 114 سورة، من هذه السور من سور القرآن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والتوبة ويوسف والكهف ومريم والنمل والقمر. أحسن. وهناك سورة قصيرة قالوا عنها أنها أقصر سورة في القرآن، ونقول أقصر سورة من القرآن ولا نقول أصغر، نصف السورة بالطول أو بالقصر. فهناك سورة
من أقصر سور القرآن وهي إن سورة الكوثر. سورة الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أحسن. وهناك سورة درسناها يا شباب من سور القرآن الكريم وهي سورة الانشقاق. نسمع إلى سورة الانشقاق من الطالب. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. أحسنت. هذا هو كلام الله تبارك وتعالى، أحسن كلام نسمعه على الإطلاق. والقرآن هو حبيب قلبي وكتاب ربي. حبيبي كتاب الله. حبيبي كتاب الله. قلبي على هو. قلبي على هو. أتلوهم شهادة. أتلوهم شهادة. والله تبارك وتعالى جعل بعض الناس يقرؤون القرآن بصوت حسن، فكان هناك المشايخ المشهورين الذين يقرؤون القرآن ونستمتع بقراءتهم، فمن هؤلاء القراء بالتغيير أو التبديل أبدا حتى يوم القيامة، فالقرآن محفوظ من قبل الله تعالى. والقرآن محفوظ من قبل الله تعالى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أحسن. وهناك النبي صلى الله عليه وسلم بشر الذي يقرأ القرآن ويجد فيه صعوبة ويستمر في التعلم، الله يعطيه بدل الأجر أجرين، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو مع ربه مع السماوات الكرام البيضاء، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شق له أجران. أحسن. وهناك من فتح الله عليه بتفسير هذا القرآن وتوضيح ما أشكل علينا في فهمه، فمن تفاسير القرآن ومن تفاسير القرآن ابن كثير والقرم البيع والعنوسي والطبري وغيره. أحسنت. فالآن ندعو أن الله تبارك وتعالى يجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا، فنقول بسيطة لأصول ثاني ألف بأنشودة جميلة عن القرآن، هذا القرآن الذي هو معجزة الله، نحمله بأيدينا ونقول